الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإننا في هذه الليلة نجتمع لمذاكرة مقدمات في علم الفقه، والفقه كله مقدمات، فلو رمت النظر لأي جانب من جوانبه والتأمل في أي فرع من فروعه أو فن من فنونه لوجدت أن ذلك الفن يحتاج إلى مقدمات وإرهاصات تكون أولا، ثم يأتي بعد ذلك العلم الأصيل الذي يكون لاحقا بعدها وهو المؤصل. وقبل أن نتكلم عن هذا الجانب، إذنوا لي بمقدمتين يسيرتين قبل أن أتكلم عن الأمور التي تكون مقدمة في العلوم التي لا بد لعلوم الفقه فلا بد من معرفتها لتحصيل هذا العلم. إذنوا لي بمقدمتين يسيرتين، الأولى في بيان فضل هذا العلم العظيم الذي بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن من اتصف به وكان حريصا على اكتسابه فإنه يكون من خير الناس على الإطلاق. ولذلك صح في صحيح البخاري ومسلم من حديث حميد عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن علامة الخيرية في المرء أن يكون ذلك المرء متفقها في الدين، حريصا على تعلم أحكامه، حريصا على فهمها، حريصا على أن ينال منها نصيبا. بل أعظم من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن خير الناس قال: خير الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ما عن هذا سألناك؟ قال: فعن معادن العرب؟ قالوا: نعم. قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا كان المرء متصفا بوصفين: خيرا في خلقه، كريما في تعامله، مستنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه، وانضاف إلى ذلك فقهه في دين الله عز وجل، ومعرفته بأحكام الحلال والحرام، ومعرفته بربه جل وعلا الذي هو الفقه الأكبر أو الكبير، فذلك ولا شك ولا ريب ولا نزاع أن من اتصف بهذين الوصفين هو من خير خلق الله. لذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنك إذا رأيت الحدث أو الشاب يتتبع حلق العلم ويسلك مسالك العلماء في تحصيله فاعلم أن الله أراد به خيرا، بل هو من خير أهل زمانه أي جيله. ولذلك جاء في رواية أخرى عند أبي يعلى الموصلي في مسنده، وإن كان فيها ضعف، إلا أن الحافظ ابن حجر في الفتح نص على أن معناها صحيح، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن لم يفقه فلا خير فيه. إذن فالناس يفضلون أو يقربون من الخير ويدنون منه بحسب أمرين: بحسب خلقهم وكماله، وبحسب علمهم بدين الله عز وجل وفقههم بشرعه سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث العظيمة في الباب ما جاء عند الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله أن يهديه، ماذا؟ من يرد الله أن يهديه يفقهه في الدين. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شابه في هذا الحديث ما جاء في قول الله عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فقال: من يرد الله أن يهديه يفقهه في الدين. إذ المرء إذا فقه في دين الله عز وجل فليعلم أولا أن هذا بهداية الله عز وجل له، هداية التوفيق والإرشاد سبحانه وتعالى. الفقه لما قيل إنه من أعظم العلوم، قالوا إن الفقه من أعظم العلوم لأن المرء يحتاجه في سفره وإقامته وفي نومه ويقظته، حتى في نومه قبل أن ينام يعرف أحكام النوم، وإذا استيقظ عرف ما يفعل إذا استيقظ، فإن فاتته صلاة
عرف أنه يجوز له تقديم السنن على أداء الفرائض كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب الفقه يسأل أكثر مما يسأل غيره من أصحاب العلوم الأخرى الشرعية، مما يدل على أن حاجة الناس لهذا العلم عظيمة. ولو عددت المنتسبين لهذا العلم في سائر الأزمان والأوقات لوجدت أنهم كثر، ولكنهم ليسوا سواء كما سيمر معنا. من فضل هذا العلم أن المرء يؤجر على تعلمه، فإن الحيتان والنمل لتسبح لطالب العلم رضا بما يصنع. والمرء يؤجر على تعليمه الناس إياه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فضله أن المرء يؤجر على التفكير فيه والاجتهاد في مسائله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم وفي حكمه الفقيه، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجر. ولا يتحقق الاجتهاد في مسائل الفقه إلا من نال من هذا العلم نصيبا عاليا وتحصل له منه أمرا كثيرا. ويؤجر رابعا المرء على عمله بهذا الفقه العظيم، إذ أكثر ما يحتاجه المرء في الأعمال العملية إنما هو الفقه. وإذا تأملت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار في مسند أحمد، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المرء لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى عد عشرها صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: إن الناس يتفاوتون في الأجر بحسب تطبيقهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، ولا يعلم الصواب إلا من كان عالما بشرع الله عز وجل، فقيها في أحكامه. إذن الأمر الأول فضل هذا العلم ولا شك فيه، فإنه مما لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان، في أن هذا العلم فاضل ولا شك، يشهد على ذلك صغائر الناس قبل كبارهم. المسألة الثانية: ما هو الفقه الحقيقي؟ قد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وذلك فيما روى الحاكم من حديث حذيفة وروي عند غيره من غير طريقه رضي الله عنه، وحسن هذا الإسناد المنذري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم الخشية. قالوا: وإن هذه إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها، ولكنها تفيد الحصر. فالعلم الحقيقي الصحيح المقبول الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة إنما هو الذي يورث الخشية. علم بلا خشية إنما هو وبال على صاحبه وعذاب عليه في الدنيا قبل الآخرة. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء فإنه حسبه يوم القيامة في النار. ولذلك كلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: طلبنا العلم لغير الله عز وجل فأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون إلا له. المرء كلما ازداد علما كلما ازداد خشية، لكن الأحمق الجاهل بالله وبأحكامه هو الذي يترك العلم خشية أن لا يكون مخلصا في نيته، ذاك جاهل. العالم يزداد علما ثم يرى أثر علمه في سلوكه، ويرى أثر علمه في قلبه وإخلاصه لله عز وجل. فإن كان علمك يزيدك خشية وتقوى وإخلاصا لله عز وجل فأنت على هدى وبصيرة، وإن كان غير ذلك فراجع نفسك. لذا فإن أول أمر يعرف به المرء أن العلم الذي هو سالكه وساير عليه علم صحيح قد زاده خشية المرء الذي يراجع نيته. إذن يحرص طالب العلم دائما أن يراجع نيته، وأن يبحث في قلبه، وأن يحاسب نفسه هل أخلص لله عز وجل أم لا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل لمفتن أن يفتي ولا معلم أن يعلم إلا أن تكون له نية خالصة لله عز وجل.
قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لما نقل كلام أحمد أعني أبا الوفاء، قال: والنية في العلم هو قصد إرشاد الناس وإظهار الأحكام، لا أن يتقدم ولا أن يراه الناس أو يسمعوا باسمه. إذن النية هو أن يحرص المرء على تعليم الناس وبذلها، وكلما رأى المرء من نفسه عجبا ورأى في نفسه تقدما حاول أن يغض منها. جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على جلالة قدره وسعة علمه وفضله ومكانته، وإن صح بشرى النبي صلى الله عليه وسلم به، كان إذا تكلم فأعجبه كلامه ورأى تأثر الناس به سكت، ثم أخذ منديلا وقال: إني مسكوم، وخرج. انظر كيف أن المرأة يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسبها بخصوص أعماله. والبحث في هذه النية أمر طويل، وإنما نكتفي من ذلك بالبلالة فيها. الأمر الثاني: لكي يكون المرء خاشيا في علمه أن يحرص على التواضع فيه، فإن العلم النافع هو الذي يكسب صاحبه تواضعا، من لم يتواضع في العلم في تحصيله فلن ينله والله. ولذلك في صحيح البخاري من حديث مجاهد أنه قال، مقطوع على مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس، قال: لا ينال هذا العلم مستح ولا مستكبر. من تكبر في طلب العلم وغمط نفسه وأبى أن يثني ركبتيه عند العلماء وأن يتنزل بنفسه عند أهل العلم وأن يبذل وقته وجهده لأجل تحصيله، فأقسم بالله غير حانث أنه لن يتحصل على شيء من العلم النافع إلا الشيء القليل. كان ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالفقه والعلم بكتاب الله عز وجل، بل هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأتي لكبار الصحابة من الفقهاء فيمكث عند بابهم، ومن حيائه في العلم وتواضعه فيه وإجلاله لأهله يرقد عند الباب ولا يطرقه خشية إزعاج ذلك العالم معاذ بن جبل أو غيره. ثم بعد ذلك يخرج معاذ رضي الله عنه فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ذلك وانت ابن عمه؟ قال: إنا كذلك نفعل بعلمائنا. ثم يأتي لآخر فيأخذ بزمام ناقته ويأبى أن يركب معه أو أن يجاوره في مشيه، لأن المرأة إذا تعب في تحصيل العلم بقي في قلبه وأثر في نفسه ونفعه الله عز وجل به نفعا عظيما. وأما من أتاه العلم وهو متكئ على وسادته يتكلم في كلام الله عز وجل فذاك غير موفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم وهو متكئ على وسادته يقول ما جاء في كتاب الله قبلناه وما ليس في كتاب الله لا نقبله. ذاك رجل جاهل بشرع الله، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجهد نفسه ولم يعنها في التفقه، وإنما أخذ أيسر الأمور، قال: ما في كتاب الله قبلناه وما ليس في كتابه رددناه. فنبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. العلم لا ينتفع إلا لمن تواضع في بذله، بأن يبذله للصغير قبل الكبير، وللحقير قبل الشريف، وللجاهل قبل العالم، وللقليل قبل الكثير. كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه المرأة فتأخذ بيده فيمكث معها يستمع سؤالها ويجيبها، وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يضربون في ذلك أروع الأمثال وأجل الأخبار. وليس المقام مقام قصص، وإنما يكفي أن إماما قرن اسمه بالإمامة ورفع الله عز وجل ذكره في العالمين، أعني أبا حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه كان في أول أمره معلما للصبيان، إنما كان معلما للصبيان يعلمهم ويدرسهم حتى زاده الله علما ورفعة، فأصبح من الأئمة الأربعة الذين يذكرون على كل لسان. ولما قال الإمام الذهبي أو نقل عن بعضهم من باب الوضيعة في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذه الكلمة، قال: كفى له شرفا أن يكون معلما للخير، فإن خير الناس من علم الناس. الأمر الثالث الذي يكسب به المرء العلم الحقيقي أن يكون طالب العلم والفقه بالخصوص مكثرا من سؤال الله عز وجل الهداية، ومن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بسؤال الفقه
وأن يلتجئ إليه سبحانه جل وعلا أن يرزقه السداد فيه. ولذلك جاء في قول الله عز وجل في ذكر عباد الله الصالحين أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن أعظم الإمامة في الدين الإمامة في العلم، فإن أعظم الإمامة أن يسأل المرء في دين الله فيخبر عن الله عز وجل وشرعه، وأن يتكلم فينسب كلامه تفسيرا لكلام الله عز وجل، ذاك الإمامة في الدين. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الليل فصف قدميه داعيا ومناجيا لربه سبحانه وتعالى في قيام الليل، كان يستفتح دعاء الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى أن قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وكان أحمد والأئمة قبله والمقتدون به من بعده كشيخ الإسلام إذا أشكلت عليهم المسألة مدوا أيديهم إلى الله عز وجل سؤالا له بالهداية، وكان من دعائهم: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. وذكر في ترجمة الشيخ تقي الدين أنه ومثله أحمد أو هو مقتد بأحمد في ذلك، أنه كانت إذا أشكلت عليه المسألة ذهب إلى المساجد التي هجرت، فهي مساجد وبيوت لله عز وجل، هجرت فلا يراه أحد يدعو ويناجي ويرجو ربه سبحانه وتعالى، فلا يطلع على فعله ودعائه إلا هو سبحانه، فيكثر من الإلحاح ساجدا ممرغا وجهه في التراب أن يوفقه الله عز وجل للعلم. ولذلك إذا اغتنى المرء بنفسه وظن أن فهمه هو الصحيح وأنه لا توفيق له إلا بما رزق فهو الغاوي. وأرجع للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أن يهديه يفقهه في الدين فيجعله مصيبا للحق موفقا له مسددا فيه. الأمر الرابع أن الفقه في الحقيقة هو الذي يزيد صاحبه زيادة في العبادة وكثرة في تطبيق السنة. إن المرء إذا تعلم سنة، ولنقل كيف يصف قدميه في سجوده، فعمل بها في صلاته زاد أجره فزاد عمله. وإن المرء إذا كان يتعلم السنن ويحفظ الآثار ثم لا ترى أثر هذا في عمله فإنه محروم. ولذلك كان إبراهيم النخعي، وقد أدرك إبراهيم أصحاب ابن مسعود كالأسود ويزيد، كان يقول كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود أو كانوا من قبله من الناس، كانوا إذا أرادوا الأخذ عن عالم نظروا في صلاته وفي سمته وهديه، فإن كان موافقا للسنة أخذوا عنه وإلا تركوا. انظر، المرء كلما ازداد علما كلما كان ذلك سببا في خشيته لله عز وجل وتواضعه بين يديه سبحانه وتعالى وكثرة العمل الصالح له سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم إذا تعلم فرعا فقهيا أو سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ليحفظها ويتقنها ويوفقه الله عز وجل بها. وليس غريبا عنكم ولا بعيد قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وقد أدرك أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا حفظوها وعلموا ما فيها من الحلال والحرام وعملوا بها. فالعالم الحقيقي والفقيه الصحيح الذي رزقه الله الخشية الذي يعمل بما تعلم. الأمر الخامس أن الفقه الحقيقة والخشية فيه تكون لها أثر في الترجيح، وهو الخشية في الترجيح. إن المرء كلما زاد علمه وكثر فقهه فإنه يخاف الله سبحانه وتعالى في العلم الذي يقوله، فترى العالم يتورع في الترجيح ويتهيب من الفتوى، لا يتصدر لها ولا يرى الناس مكانه، وإنما يخشى أن يكون إماما في ذلك، إماما في الخطأ، وإنما يرجو أن يكون معلما للصواب فحسب. ولذلك قيل إن الإمام أحمد كان يكثر إذا سئل عن مسألة قال: لا أعلم. فسئل أبو بكر الأثرم: لما كان أبو عبد الله أحمد إذا سئل عن المسألة قال: لا أعلم؟ قال: إنما ذلك لعلمه بالخلاف. انظر، العلم
يورث لا أعلم، ليس الجهل الذي يقول لا أعلم، بل الجهل يقول أعلم. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا بغير علم. إذا كما قال محمد بن عدنان أو غيره، إذا من شيوخ مالك قال: إذا أضل العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وجاء في الأثر عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال: إن من يجيب عن كل ما سئل فإنه مجنون. فخبر بعض الشعب أظن بها الأعشى، فقال الأعشى: ليتك خبرتنا بهذا قبل، فكم أجبنا عن أسئلة كثيرة. انظر كيف لما علم الأثر توقف وخاف وهاب هذه الفتوى. ولذلك يقول أهل العلم: إن الخلاف إذا علمه العالم أثر في ترجيحه وتوقف في المسألة، وهذا الخلاف إذا علمه الجاهل، انظر ماذا فعل الجاهل، استطال على الحلال والحرام. ولكم نرى في زماننا هذا من الناس أقواما حالهم عجيبة، إذا علموا في المسألة خلافا ذهبوا لما تشهت أنفسهم له من الأسهل أو الأنسب لواقعهم. وليس ذلك وأيم الله من الفقه في شيء، وإنما الفقه الحقيقي الذي إذا عرف الخلاف خافه وهابه. إذن هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس: أن الفقيه على الحقيقة هو الذي يخشى الله عز وجل، ويخشى أن يقع في المشتبه ناهيك أن يقع في الحرام. ولذلك قيل لمزاحم رحمه الله تعالى: من أعلم أهل البلدة التي أنت فيها؟ قال: أعلمهم أتقاهم. أعلمهم أتقاهم بالله عز وجل. ولذلك ترى العالم في نفسه ورعا، وربما كان في فتواه متسامحا، يكون في نفسه ورع ولكن في فتواه ربما كان متسامحا أو متوقفا. وليس العالم الذي يتورع للناس، يفتي الناس بالأشد، كما قال سفيان بن عيينة فيما روى أبو طاهر القيسراني: ليس الفقه بالأحوط وليس الفقه بالأخذ بالأشد، فإن الاحتياط كل يحسنه، ولكن الفقه عندنا الفتية من الثقة أو الرخصة من الثقة، هذا في الفتية. وأما في نفسه فتجده ورعا، إذا رأى مسألة مشتبهة أخذ في خاصة نفسه بالأشد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المرأة إذا كان فقيها نظر لنفسه بالأشد وللناس بالأسهل، وأما الجاهل فإنه يفتي الناس بالأشد ولنفسه بالرخصة. ولذلك ترى بعض الناس الذين ربما انتسبوا للفقه إذا تكلم وكتب خشية من الناس لكي لا يقال فلان وفلان أفتى الناس بالأشد وبالأورع وبما فيه الاحتياط، ثم إذا رأيته في خاصة نفسه وفي داخل بيته رأيته من التساهل في الحلال والحرام، ورأيته يفعل من الأمور ما يترخص بها الشيء العظيم. ومن النكت التي تذكر عن هؤلاء الذين تعلموا طرفا من العلم والفقه أن بعض الناس كان قد سقطت منه لقطة في الشارع فأراد أن يدعو الله عز وجل بردها، والمرء إذا سقطت لقطته سأل الله ردها، ولكن ذلك المرء لمعرفته ببعض الفقهاء ماذا سأل؟ قال: اللهم لا تجعل هذه اللقطة تقع بيد فقيه، يعني الفقيه الذي هو بالاسم لا بالحقيقة، لأنه سيجد له مخرجا وسيبحث عن حيلة ليستحلها بعد ذلك. ترى في هذا الزمان أقواما يحكمون ثم يستدلون، وفي كل الأزمان ليس هذا الزمان فقط، ولكن منذ فوات العصور الثلاثة الفاضلة وترى هذا الشيء، يحكمون بالجواز أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم ثم يبحثون عن الاستدلال، فإذا عرفت الدليل الأول انتقلوا للثاني حتى يجدوا الذي يريدونه. وليس ذلك والله من الفقه بشيء، بل هو علامة نقيضه وضده. الأمر الأخير أو الذي قبله: أن يحرص المرء على تعليم الناس، وعلى أن يبذل هذا العلم الذي أوتيه، وأن لا يكون ظنينا به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: من النية الصالحة في العلم؟ قال: أن ينفي الجهل عن نفسه فيتعلم ويصيب السنة في عمله، وأن يعلم الناس. فالعالم الحقيق وطالب العلم الموفق هو الذي يعنى بأن يعلم الناس الخير، وأن يبذل كل ما يستطيعه في تعليمه. وأعني بالتعليم لا أن يجتهد وأن يفصل المسائل، لا، وإنما يعلم ما اتفق عليه وما اعتمد عليه من فتوى في بلد نتكلم عن مسائل فقهية، أو من المسائل التي لا اجتهاد فيها وهي مسائل العقائد، فإنها لا تقبل خلافا
كما سيأتي بعد قليل. فالمرء الموفق لا يكون ظنينا بعلم ولا بخيلا به. والأمر الأخير أن المرء يفرح بتعلم الناس العلم وإن لم ينسب إليه. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: لقد وددت أن هذا العلم، أي الذي كتبته، يبث بين الناس ويتعلمه الناس ولا ينسب لي منه حرف واحد. فطالب العلم إن وفقه الله عز وجل لجمع معين أو تقسيم محدد، أو فتح الله عز وجل له فتحا في مسألة لم يقف عليها غيره، فإنه يفرح بذلك ويعلمه الناس، لا يكون ظنينا به ويغضب إذا نقله الناس ولم ينسبوه إليه. وإنما العلم لله عز وجل، وإنما نحن نتشرف ونتبرك ونتعبد الله عز وجل بتعلمه وتعليمه الناس. فالمرء لا يكون ظنينا به وليس محتكرا له دون غيره. وما زال أهل العلم قديما ينقل بعضهم عن بعض، ولا ينكر الناقل ولا المنقول إلا شيئا قليلا لحظ في النفس كان بين بعضهم. هذه المسألتان الأوليان مهمتان جدا في مقدماتنا للنظر في الفقه، أن يعرف المرء الخشية فيه وأن يعرف فضل هذا العلم. ونبدأ الآن في مسألتنا، وهو قضية العلم بالفقه كيف يتحقق. العلم بالفقه أيها الإخوة لا يورث ميراثا، ولا يولد المرء فقيها، وإنما يتحصل للمرء بالبذل والكسب. وقد جاء عند الطبراني في المعجم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فالمرء لا يورث عالما ولو كان أبوه وجده وأجداده جميعا من ذلك البيت، وإنما المرء يكون عالما إن تعلم وتفقه. ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أعطيته كلك، أي كل وقتك، أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك ذهب منك كلك، أو إن أخذته جملة ذهب منك كلك. فالعلم لا بد أن تبذل وقتا طويلا في تحصيله، ولا بد أن تسترخص وقتك في نيله قراءة وحفظا وتردادا ومراجعة وفهما ومصاحبة ومجالسة لأهله. وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحب أحد طلابه وهو الربيع بن سليمان المرادي محبة جليلة، ويعظمه لنفعه إياه. وقد قيل إن الربيع لم يك كباقي أصحاب الشافعي ذكاء وفهما كالمزني والبويطي وحرملة وغيرهم من أصحاب الشافعي، وإنما كان دونهم يحسن الكتابة وخطه جميل ويحسن النقل. وقد قيل إن الشافعي قال: لقد وددت يا أبا سليمان، يعني الربيع بن سليمان المرادي، أن أصب العلم فيك صبا، أتمنى أن كل علمي ينقل إليك، لكن ربما لقدراته لم يستطع نقل ذلك. إذن لابد من البذل وتوفيق الله عز وجل قبل ذلك. إذا عرفنا ذلك فلنعلم أن الناس في الفقه ليسوا سواء، فإنهم درجات وطبقات ومنازل مختلفة، فمنهم من نال درجة قليلة، ومنهم من توسط، ومنهم من ارتفع فوق ذلك كثيرا. وما زال أهل العلم يعرفون ذلك، فيعدون للفقهاء طبقات: طبقة المجتهد المطلق، ثم تليها طبقة المجتهد المقيد، ثم طبقة المجتهد في المذهب، ثم أصحاب الوجوه وأصحاب التخاريج، ومن يحق له الفتوى ومن لا يحق له الفتوى وإنما نقلها، ومن لا يحق له لا الفتوى ولا نقل الفتوى ويسمى فقيها. ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من أجل الفقهاء حكمة وعقلا ووفرة في التأليف، قال: إن هذا الفقه كالتفاح الشام، يذكرون أن الشام فيها تفاح لم أره، هو دان من الناس، يعني شجره قريب، فالتفاح الشامي قريب، يقول هو كالتفاح الشامي سهل تناوله، كل يستطيع أن يقطف هذه التفاحة ويأكلها فيكون فقيها. لكن ليس الفقهاء سواء، فمهما بذلت من جهد في فترة قصيرة لن تصل لمرتبة الشافعي. لا، لا أقول الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، بل ولا أقول طبقة القاضي أبي يعلى وتلامذته، بل دون وهكذا. إذن فالناس ليسوا درجة واحدة. وإن تعجب فتعجب من أقوام يقول: نحن رجال وهم رجال، أولئك الفقهاء، ثم يجعل الرأس ندا للرأس، ويجعل قوله معارضا لقولهم، فيحكم تصحيحا وتضعيفا وردا وإفحاما لمن؟ للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومن في منزلتهم أو دونهم في الطبقات،
ويقول نحن رجال وهم رجال، فيقال له إن قيل كما قال بعض الشعار نعم هم رجال ولكن نشك في كونكم رجال. الفقه ليس سواء، الفقهاء درجات، ولذلك كلما تعلم المرء لا بد أن يزداد. كان بعض طلبة العلم صغارهم يقول من حفظ الزاد أفتى العباد. نعم هو نال درجة دنيا في الفقه لكنه لم ينال درجة عالية فيه، ولذلك أدبه شيخه فيما نقل لما قال هذه الكلمة، قال إن مجرد حفظ المتون لا يبيح للشخص أن يكون مفتيا. الفقه أيها الإخوة نوعان كما قسمه أهل المنطق ومن في حكمهم، قالوا إنه فقه بالفعل، وقد يكون الفقه بالقوة. المراد بالفقه بالفعل أن يكون المرء في نفسه فقيها، وليس علما ما حوى القمطر، وإنما العلم ما وعاه الصدر. وأما الفعل الفقه بالقوة فأن يكون ببحثه وفي نظره في الكتب وما في حكم الكتب مما سنتكلم عنه. نبدأ أولا بأول هذين النوعين، وما هي الأشياء المهمة المتعلقة بالفقه بالفعل. الفقه بالفعل قلنا هو ماذا؟ أن يكون المرء في نفسه مكتسبا للفقه، فإذا سئل عن مسألة أجاب من غير مراجعة لكتاب. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى قال إنما الفقه الذي يدخل معك في الحمام. الفقه والعلم الذي يدخل معك في الحمام، ليس معك كتاب وليس معك كمبيوتر وليس معك هاتف تتصل بأحد ولا غير ذلك، وإنما يدخل معك في الحمام، هذا هو الفقه بالفعل أو العلم بالفعل أي بنفسك. يقول أهل العلم ولا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون فقيها بالفعل ولو في جزء من الفقه. طبعا لا يمكن أن يكون الشخص حافظ لكل العلوم، لا يمكن. جاء أن الشافعي في كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة المطبوع، قال إن علم اللغة، علم اللغة والمفردات والمترادفات لا يمكن أن يحيط بعلمها إلا نبي يوحى إليه. هذا كلام الشافعي. وأقول أنا وأنا دون الشافعي بمراحل، الفروع الفقهية لا يمكن أن يحيط بجميعها، بجميع الفروع وبالخلاف فيها وبالحكم فيها أن يصدر حكما أحد مطلقا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. بدليل أن كبار الأئمة كلهم يقول لا أدري لا أدري لا أدري، هذا من النوع الثالث. معرفة الخلاف لا يمكن، من تصدر لمعرفة الخلاف والكتابة فيه ولو مذهبي يستدرك عليه. الرافعي أبو القاسم في كتاب العزيز كتب كتابه ليجمع الخلاف الشافعية فيه، فجاء بعده النووي فاستدرك عليه في الروضة مسائل كثيرة، ثم الإسنوي في المهمات فاستدرك مسائل أكثر. بل أعجب من ذلك ما نقل الإسنوي أن الرافعي لم يطلع على نهاية المطلب، وهو من أجل كتب الشافعية. إذن إنسان مهما قاصر في معرفة الخلاف والاطلاع عليه. ناهيك عن تصور المسائل والحوادث، فإن الحوادث تستجد في كل يوم، بل في كل نازلة، بل في كل لحظة كما هو معروف. طيب إذن قلنا إن الفعل أو الفقه بالفعل شرط للاجتهاد، والفقه شرط لمعرفة الفقه والاجتهاد. والأصوليون رحمهم الله تعالى ذكروا شروطا كثيرة في الحقيقة من الصعب تحصلها. أن يعرف الناسخ والمنسوخ سهل، أن يعرف آيات الأحكام ممكن، أن يعرف أحاديث الأحكام أيضا، أن يعرف دلائل اللغة، أن يعرف الخلاف في المسألة، أن يعرف مسائل الإجماع، أن يكون مسائل كثيرة جدا. حتى لقد قال القفال المروزي الذي يسمى تلامذته وتلامذة تلامذته بالمراوزة. المراوزة لا ينسبون للبلدة مرو، وإنما ينسبون لشيخهم القفال المروزي أبو بكر الشافعي. قال إن توفر هذه الشروط التي يذكرها الأصوليون نادر، بل هو أندر من الكبريت الأحمر. قال المناوي لما نقل ذلك قال ذلك في زمانه، وقد كان هو وطلابه طريقة من طرق الشافعية، فكيف في زماننا؟ ناهيك عن زماننا. ولكني سأذكر لكم الآن مقدمات تتعلق بالقوة بالفعل لا بد من وجودها ولا بد من تحصلها ليكون المرء فقيها في نفسه مطلعا عليه ولو بالنسبة بحسب تفاضل الناس فيها قلة وكثرة. أول هذه الأمور أن يحرص المرء على حفظ الأصول الشرعية، وأعني بالأصول الشرعية كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن مطلقا أن يكون المرء منتسبا لفقه
وهو لا يعرف أن يقرأ القرآن أو هو حافظ له، لا يمكن. الأصوليون يقولون إن المجتهد لا بد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، ثم اختلفوا في عد آيات الأحكام، فمنهم من يقول إنها 300، ومنهم من يقول إنها 400. يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا غير صحيح، فإنه لا يحل لامرئ أن يجتهد في حكم من الأحكام إلا أن يكون حافظا لكتاب الله كاملا. حافظ لما؟ لأن بعض الأحكام تستخرج من آيات هي من باب الإخبار وليست من باب الإنشاء الأمر. ألم تسمع قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا؟ هذا إخبار، ومع ذلك استفدنا منها حكما، وهو أن أقل مدة الحمل 6 أشهر استقاه ابن عباس رضي الله عنهما، وبني على ذلك من المسائل ما لا يعد ولا يحصى. فالمقصود من هذا أنه لا بد للمرء أن يكون معنيا بكتاب الله عز وجل. وقد جاء عن أبي الزناد رحمه الله تعالى تلميذ أبي هريرة، أو تلميذ، لأن أبي الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، تلميذ تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال إن من أزهد الناس في القرآن المتفقهة الذين يعنون بالمسائل، أرأيت أرأيت، فيشغلون بالمسائل والفروع وينسون العناية بكتاب الله عز وجل، وهذا علامة عدم توفيق ولا سداد لذلك المرء. فالمرء يجب عليه أن يعنى بكتاب الله عز وجل قراءة قبل كل شيء. إن مما يعني تستحي منه أن ترى امرأ منتسبا للعلم يخطئ في قراءة آية، ولا بد له أن يحفظه، وربما نسي بعضه أو أخطأ في بعضه بعد ذلك، فإن الناس يتفاوتون في قوة الحفظ وكثرة الاسترجاع. والكل ممن حفظ كتاب الله يعلم أنه إن لم يدمر مراجعة في أول حداثة عمره وشرخ شبابه فإنه ربما تفلت عليه، فإن هذا القرآن شديد التفلت، ولكن لا بد أن يكون في ذهنه قد حفظه وعلم ما فيه. الأمر الثالث، لا بد أن يتعلم تفسير هذا الكتاب وأن يتعلم الاستدلال منه. إن من العجب حقيقة أن يسأل المرء عن مسألة فيفتي بقاعدة أو يفتي بقول فقيه أو قول ناظم وينسى الاستدلال بكتاب الله عز وجل، وهذا نراه عند بعض المتفقهة في بعض الأماكن، فإنه تسأل عن المسألة يقول والحكم فيها جائز والدليل على ذلك قال الناظم طن 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 إلى آخر كلام، فيستدل بكلام الناظم ويترك الاستدلال بكلام الله عز وجل. والواجب على طالب العلم أن يكون استدلاله بكلام الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني، أن يعنى بالسنة، ونقصد بالسنة أحاديث الأحكام بالخصوص، فهي التي تحفظ، لأن الاختلاف بين حرف وآخر وكلمة وأخرى وضبط كلمة يخلف الحكم فيه بالكلية. وقد ذكر القاضي عياض في آخر الإلماع كثيرا من الأحاديث التي يختلف الحكم باختلاف ضبطها وشكلها، ولذلك يجب على طالب العلم أن يعنى بحفظ أحاديث الأحكام. ولذلك لما جاء رجل للإمام أحمد قال إن الرجل يكون عنده الأيتام أي الأطفال الصغار أيسمعهم الحديث؟ قال لا، يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث. فطالب العلم لا بد أن يكون معنيا بالقرآن حفظا، وبالسنة بمعرفة أحاديث الأحكام لها حفظا وفهما. الأمر الثاني، أنه لا بد من حفظ المتون واستظهارها أو استظهارها، لا بد من حفظ المتون أو استظهارها، لأنه لا يمكن أن يكون الفقيه فقيها إن لم يحفظ هذه المتون. وقد قال ابن نصر الله التستري الحنبلي وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. المرء إذا لم يكن حافظا لألفاظ المختصرات والمتون أو مستظهرا لها على أقل الأحوال، فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يكون فقيها. والسبب في ذلك ما سيأتي معنا، أن استظهار هذه المتون مفيد في معرفة ألفاظ الفقهاء، ومفيد في معرفة تبويبهم، ومفيد في معرفة أحكامهم. فكثير من الناس بل غالب الناس لا يمكن أن يجتهد في كل مسألة ولا أن يعرف الحكم في كل نازلة، فإذا كد ذهنه في يوم أو انغلق ذهنه في مرة أخرى فسئل عن مسألة بما يفتي، لا بد أن يفتي بما حفظ وبما علم مما استظهره من كلام أهل العلم. ولذلك كان أحد المشايخ عليه رحمة الله يقول إني لما تجاوزت 70 كل ما عرفته من البحث ومن المسائل قد ذهب من ذهني، ولم يبق فيه إلا ما حفظته صغيرا من المتون. فلذلك كان يشدد على أن المرء يعنى على حفظ المتون الفقهية، يقول هي تبقى في ذهنك إذا كبرت وما عدا ذلك تنساه،
لأنه من البحث والمناظرة ذهب. الأمر الثالث لقضية الفقه بالفعل أنه لا بد من كمال الآلة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى شراح الحديث: إن هذه الكلمة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت بلفظين، اللفظ الأول يفقهه بالكسر بمعنى أنه يصبح فاهما للمسائل مستظهرا لها، وجاء بلفظ آخر يفقهه بالضم، قالوا ومعنى ذلك أن يكون فقيها النفس فاهما لأحكام الفقه، إذا سئل المسألة جزم بها، وهي التي عناها الحنفية عندما قالوا إن الاستحسان شيء ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. ومعناهم الصحيح في ذلك دون المعنى الخطأ أن الفقيه أحيانا يؤتى بالمسألة فيقول: لا يمكن أن تكون هذه المسألة على هذه الطريقة، لا يمكن. وبعض الفقهاء يستطيع أن يتكلم بالمسألة يقول: قال أحمد كذا، وإن لم يعلم لأحمد قولا في المسألة. وبعضهم يقول: مذهب الفلاني كذا، وإن لم أعلم نصا من شدة مراجعته وكمال آلته واطلاعه. ومما يستطرف في ذلك ما ذكر عن سحنون الفقيه المالكي الذي أدرك ابن القاسم، وابن القاسم أدرك مالكا، وهؤلاء الثلاثة هم أئمة مذهب المالكية بهذا الترتيب، هم أئمتهم ومن بعدهم إنما هم عالة عليهم. قيل إن سحنون كان لو فصد من شدة فقهه واطلاعه على الفقه، لو فصد لكان الذي يخرج مع الدم فقه، فأصبح ضربه للمثل بمسائل فقهية واستدلاله كذلك، بل إذا حاج وألغز بذلك، أنا أقصد الفقيه عموما، بل إذا كتب شعرا رأيت أثر صنعة الفقه في شعره، وكتب كثيرا شعر الفقهاء حتى إنه يعني يذكر كثيرا من المعاني هي مستقاة من كتب الفقهاء. وكمال الآلة هي بتوفيق الله عز وجل، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فالإنسان يسأل الله عز وجل التوفيق، هذه من الله. لو أن أهل الأرض جميعا إنسهم وجنهم أرادوا أن يجعلوا زيدا من الناس فقيها ولم يكن الله عز وجل قد قدر ذلك له لم يكن، ولو اجتمع الناس جميعا على أن يصرفوه عن العلم ما استطاعوا أن يصرفوه، كما في حديث ابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومما يغير القدر، أعني القدر الذي يطلع في اللوح الذي تطلع عليه الملائكة، للعلم القديم الذي عند الله عز وجل وهو أم الكتاب، دعاء الله عز وجل، ولا يرد القدر إلا الدعاء. فكم من امرئ يغلق عليه في المسائل فإذا مد يديه لله عز وجل داعيا ومناديا ومناجيا يرزق ذلك. وقد جمع بعض أهل العلم جزءا في الذين شربوا ماء زمزم لا لشيء إلا لأجل العلم. أولهم رجل جاء لسفيان بن عيينة فقال: يا سفيان، إنك حدثتنا قبل قليل في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: نعم. قال: فإني ذهبت، لأن سفيان مكي، فإني ذهبت قبل قليل لبئر زمزم فشربت حفنة أو شربة منه لتحدثني 10 أحاديث، فطأطأ برأسه ثم حدث. والخطيب البغدادي شرب ماء زمزم، هذا من دعاء الله عز وجل، شرب ماء زمزم ليحدث في الجامع المنصور في بغداد. وابن حجر شرب ماء زمزم ليرزق تأليفا كتأليف الذهبي، فرزق تأليفا ربما فاقه في بعض جزئياته. وغيرهم كثير، حتى جمع فيهم جزء أظن للسخاوي أو أنه للحافظ بن حجر، نسيت الآن، أظن للسخاوي، ذكره السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ بن حجر، ذكر من شرب ماء زمزم. فالمقصود أن المرء يجب عليه يسأل الله عز وجل أن يرزق العلم، لأنها مواهب يهديه، من يرد الله به خيرا يهديه يوفق، هي مواهب من الجبار جل وعلا وفتوحات منه سبحانه وتعالى، كمال الآلة منه سبحانه وتعالى، فاسأل الله ذلك. الأمر الرابع أن يعنى المرء لكي يكون فقيها بالفعل على أخذ الفقه من أهله. قيل إن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله أوصني. فقال: أوصيك بتقوى الله وأخذ العلم من أهله. إن من خصائص هذا الدين، أعني دين الإسلام، أنه لا يؤخذ من الكتب ولا من الصحف، وإنما يؤخذ من أهل العلم مشافهة. يقول عبد الله بن مبارك كما في مقدمة مسلم: الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي، وما زال أهل العلم يتوارثونه
فالمرء يأخذه عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى أن يتصلوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل ذلك بأصحابه. فالعلم يؤخذ فقها وإسنادا للحديث، وليس الإسناد فقط في الحديث وإنما الفقه. ولذلك سلاسل الفقه متصلة، وكل معروف بسلسلته. والمرء في الغالب لا يتفقه، بمعنى يتفقه ليس يحضر، فرق بين يحضر ويتفقه. يتفقه ويجلس في الفقه إلا عند شيخ أو شيخين أو عدد لا يجاوز الأصابع اليد الواحدة، لا يمكن. لأن معنى التفقه أن تلزم الشيخ حتى تعرف طريقته في الاجتهاد وكيف نظر فيها وما هو حكمه في هذه النوازل والمسائل والفروع. إذن لابد من اللزوم. مجرد أني أحضر يومين عند الشيخ فلان وفلان من أهل العلم الأفاضل ثم بعد ذلك أقول أنا تفقهت به، لا وكلا، بل التفقه التخرج به وملازمته. ولذلك كان الذهبي في المعجم المختص يقول إني أتجوز، هو ينص إني أتجوز في تسمية بعض من أدركته شيخا باعتبار إما الإجازة أو الملاقات. ولذلك كان بعض المشايخ يقول أنا أستحي، مع أن حضر عند الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، توفى في ليلة 27 من رمضان عام 1000، يقول إني أستحي أني أقول حضرت عند الشيخ. ليش يا شيخ؟ قال لأن الذين حضروا فلان وفلان وفلان، أنا مجرد مستمع، نعم قرأت في متن صغير وكذا. يقول أستحي أقول إن الشيخ، شوف إني يعرف ما معنى التتلمذ. ونحن الآن أصبحت أقول شيخي وأنا جالس، قال شيخنا فلان، قال شيخنا العلامة. لماذا؟ لأرفع بها خسيستي، لأرفع بها خسيستي، مثل ما قالت المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيستها. فبعض الناس يقصد به هذا الشيء. نعم. إذن هذا الأمر أخذه من أهله، والمقصود أن البحث عن أهل العلم أخذ عنهم له شروط. فيؤخذ الأول عن من عرف بالعلم، ليس كل من جلس يجلس إليه، كما قال يعني بعض أهل العلم فيما نقل ابن رجب في شرح العلل سليمان بن مهران أو غيره، قال كل من جلس جلس الناس إليه، ولكن من عرف بالسنة والحرص عليها وعلى العلم الصحيح فهو الذي يؤخذ عنه. الأمر الثاني، لابد أن يكون كبيرا في سنه. شوف، لابد أن يكون كبيرا في سنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه والصحيح أنه موقوف على ابن عباس وبنحوه عن ابن مسعود قال لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، أكابر السن والمعروفون بالعلم. ولذلك كان الخطيب البغدادي يقول في نصيحة أهل الحديث ولا تجعل شيخك شابا، فإن الشاب وإن كان مسند عصره وحافظ دهره فإنه لا يؤمن عليه الفتنة ولا الهوى. الشاب سريع التقلب، سريع التغير. أما المرء إذا جاوز 40 وطعن فيها وهي أول سن الكمال إذ يبعث للأنبياء فيها، يكون ثابت الجنان مستقر الحال. وقد كان الأئمة يبوبون بابا، باب من لا يحدث قبل 40. وأحمد أعني الإمام عليه رحمة الله لم يحدث إلا 40، فقد نقل ابن الجوزي أنه دخل بغداد، أنه دخل عبد الله بن الحجاج بغداد 203، فسأل عن أحمد فقيل هو في بيته لا يحدث. قال فذهبت إلى خراسان ثم رجعت إلى بغداد 204، فسألت عن أحمد فقال هو في جامع المنصور للجامع الكبير في بغداد يحدث، فإذا حلقته أكبر حلقات. قال أبو الفرج بن جوزي وفي هذه السنة تم أحمد 40 عاما. ولذلك يرزق المرء، يعنى المرء أن يحرص على شيخ كبير موفق في العلم. ولذلك يقول أيوب السختياني فيما روى يعقوب بن سفيان قال إن من علامة توفيق الله عز وجل للحدث والأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ، شوف شيخ كبير السن، شيخ من أهل السنة، شيخ من أهل السنة، صاحب سنة وعلم صحيح، ليس كل من جلس جلس إليه. نعم. لضيق الوقت نأخذ التي بعدها. الأمر الخامس، أن يحرص المرء على معرفة الفروع، فإنه لا فقه إلا بمعرفة فروع كثيرة. وبعض الناس يقول أريد أن أعرف القواعد وأترك الفروع، نقول لا، غير صحيح. لذلك يقولون إن ابن بشير هذا المالكي لا يقبل اجتهاده لأنه خرج الفروع على الأصول على القواعد مباشرة ولم يعرف الفروع، هذا نقلها ابن دقيق العيد. وكان الجصاص يقول، أبو بكر الجصاص في بعض كتبه ذكرها في الفصول، قال إن من لا يعرف الفروع الفقهية لا يعتد بخلافه لو اجتهد. لا بد من معرفة الفروع. حتى قال ابن البنا وابن عقيل إنه يبدأ بمعرفة الفروع الفقهية قبل معرفة الأصول. ولذلك أول ما يبدأ طالب العلم بالمتون الفقهية يعرفها ويحفظها ويستظهرها ويقرأها
إما قراءة سرد أو قراءة حفظ. طيب التي بعدها قالوا إنه لا بد من أن يكون المرء عارفا للخلاف مطلعا به، وهذه مسألة متقدمة بعد معرفته الفروع. ومن الخطأ أن يبدأ المرء تفقهه بمعرفة الفقه بمعرفة الخلاف، فإن معرفة الخلاف في أول الأمر تجعل المرء كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما يكون معرفة الخلاف بعد ذلك. طيب قلنا إن الأمر السادس، والحقيقة هذه الأمور هي المهمة لكن ربما يعني أخطأت تقدير الوقت فأطلت في المقدمات دون الخواتيم وهي المهمة في نظري. الأمر السادس قالوا لا بد من معرفة المرء لعلم الخلاف، وأعني بعلم الخلاف أمران، أعني به أمرين: الأمر الأول معرفة الخلاف النازل، والثاني معرفة الخلاف العالي. لنبدأ أولا بمعرفة الخلاف النازل. قالوا معرفة الخلاف النازل هو أن يعرف الخلاف في مذهبه، القول الأول والقول الثاني. وأما معرفة الخلاف العالي فإنه طبعا درجات، أدناه معرفة الخلاف المذاهب الأربعة، ثم المذاهب المتبوعة، ثم أقوال الصحابة وغير ذلك. واطلاع المرء على كل الخلاف من المحالات ولا شك، ولكن نهمنا هنا لطالب العلم إذا أراد أن يعرف الخلاف كيف يعرف الخلاف. بالنسبة للمعتمد عندنا هنا عند مشايخنا، فإن المعتمد فيه قولان: أن يعرف المذهب فيأخذ كتابا معتمدا في المذهب لنقل الزاد أو منتهى الإرادات إن كان المرء متخصصا في الفقه، فيعرف بذلك المذهب المعتمد عند المتأخرين أو الإقناع، هذا هو المذهب، هذه الرواية الأولى. ويعرف الرواية الثانية التي هي اختيار الشيخ تقي الدين أو تلميذه أو اختيار أئمة الدعوة، اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وأئمة الدعوة. أئمة الدعوة خالفوا الشيخ تقي الدين في مسائل، يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: ونحن نخالف الشيخ في 10 مسألة. شوف أدبه مع الشيخ، لا نعرف وجه دليل الشيخ، ما قال قوله خطأ، من الأدب مع أهل العلم لا نعرف ما أخذه فيها. فإذا معرفة الخلاف تعرف هذه، ثم تنتقل إن فتح الله عز وجل عليك واستطعت أن تعرف الخلاف بهذا التدريج تنتقل للخلاف العالي في المذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك لخلاف السلف رضوان الله عليهم، وهو خلاف واسع. ولما قلت بالأربعة قبل السلف؟ لأن خلاف السلف غير محرر، فإنك ترى الأثر مثلا عند ابن أبي شيبة في المصنف أو عند عبد الرزاق، ترى من الباحثين المعاصرين اثنان يفهم كل واحد منهما من هذا القول وينسب لهذا الإمام، لنقل عطاء مثلا بن أبي رباح المكي، يفهم منهم ما لم يفهمه الآخر، بخلاف الأئمة المتبوعين أربعة فإن أقوالهم محررة ومذاهبهم مدققة ومفصلة من المنتسبين إليهم. معرفة الخلاف ما فائدته؟ مسائل: المسألة الأولى أن معرفة الخلاف مفيدة في معرفة المأخذ، أصل المسألة، ولذلك لا يمكن أن يعرف المرء سبب الخلاف والمأخذ فيه إلا أن يعرف الخلاف مترتب عليه قطعا. وأما أن تبدأ بمعرفة سبب الخلاف قبل معرفتك الخلاف فإنما هذا هو حفظ وسرد بلا حقيقة، هذا واحد. الأمر الثاني أن معرفة الخلاف توسع المدارك، توسع مدارك الشخص وتوسع باب الاجتهاد أمامه إن كان من أهل النظر والاجتهاد في الفقه. والأمر الثالث وهو حقه التقديم، أن معرفة الخلاف تجعل المرء يفهم المسألة. فكثير من المسائل الفقهية، وهذا مسلم عند الجميع مذاهب، ربما عندما تقرأه في مذهب معين لا يكون متضحا لك، فتأخذ بعض تفاصيله من المذاهب الأخرى. الموفق عليه رحمة الله بن قدامة كان في كثير من مسائل تقرير المذهب في المغني يعتمد في تقريرها على ما قرره أبو إسحاق الشيرازي وغيره من شراح المهذب، وهو شافعي، شوف يقرر المذهب بناء على ذلك. ونقلوا عن أبي المعالي ابن المنجى من الحنابلة في كتابه النهاية التي شرح فيها الهداية أنه كانت طريقته أنه يأخذ المسائل عند المذاهب الأخرى ثم ينزلها في المذهب، فدل ذلك على أن سعة يسمى تخريجا، وهذا نوع من أنواع التخريج الخمسة أو الأربعة، فدل ذلك على أن معرفة الخلاف توسع الإدراك وتفهم في المسألة نفسها. الأمر السابع ليكون المرء فقيها بفعله في نفسه أن يكثر من النظر في كلام الفقهاء. وقد قال الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه شفاء الغليل: إن المرء لا يمكن أن يكون فقيها إلا بكثرة النظر وإدامته في كلام الفقهاء. وإنك لتعجب في الحقيقة، وأنا سمعتها من بعض الناس يقول لي: 6 أشهر ما فتحت كتاب فقه. لا يمكن، لابد أنك تقرأ وتجدد. وإن كنت وصلت لمرحلة سواء من الشهادات أو وصلت لمرحلة من التصدر،
لا بد لك أن تراجع. ولذلك كان أهل العلم لا يمكن أن يتقدم متكلما إلا محضرا. الشيخ محمد إبراهيم إلى أن مات ولا ينازعه في الصدارة أحد لا يمكن أن يحضر درسه إلا وقد حضر، لا يمكن إلا وقد حضر. لا بد من إدامة النظر، معرفة كلام الفقهاء. الذهن ينسى ويكل، هذا من جانب. الأمر الآخر، عندما تقرأ المسألة تستذكر ما نسيته من جانب، ومن جانب آخر يأتيك شيء جديد لم تكن عارفا له من قبل، تأخذ مأخذا جديدا ومسألة. ولذلك قراءة الفقه لذيذة، والمرء إذا التذ بالفقه بقراءته فهو الفقيه. كان بعض الناس يقول إني لأطرب لقراءة بعض المسائل طرب، كما يطرب بعض الناس لقراءة أشعار المعاني. هناك أشعار فيها معاني وحكم، مثل الشعر المتنبي، يقول أنا أطرب إذا قرأت كتب الفقه، مع أن غالب الناس إذا قرأها يحس أنها ثقيلة، وهو كذلك، لكن لحبه لهذا الفن يأنس. وكم من امرئ يقول إنني إذا وجدت مسألة يعني مسألة جديدة مما أريده، جلست يومي ذلك كله منشرح الصدر فرحا مسرورا. هذا هو الفقيه، يفرح إذا وجد المسألة الجديدة، يفرح إذا وجد النص، يأنس إذا اجتهد اجتهادا ثم وجد أن هذا الاجتهاد وافق أصوله، اجتهد ثم وجد أن المذهب نص على ما نص عليه مثلا، أو نص اختيار الشيخ تقي الدين أو هكذا، يقول إذن أنا وفقت في توفيق الأصول وهكذا. إذن المقصود أن كثرة النظر واستدامته في كلام الفقهاء واجب على الفقيه ولا شك. النوع الثاني من القوة أو الفقه، قالوا الفعل الفقه بالقوة، وهذا المعنى بالقوة أي بالبذل، بمعنى أن الشخص يسأل عن المسألة فلا يستطيع أن يرد لك حكمها ولا تفصيلها، وإنما يبذل جهدا ويفعل شيئا معينا قوة حتى يتحصل على هذا العلم. ولذلك يقسمون القوة إلى نوعين، قوة قريبة إلى قوة قريبة وقوة بعيدة. قريبة يتحصل عليها بسرعة، والبعيدة يجلس في المسألة يومين ثلاثة أسبوعين حتى يتحصل على حكمها من كتاب. القوة القريبة يكون أدق من القوة البعيدة. القوة البعيدة إذا بحث غايته أن يجدها من كتب الفتاوى المعاصرين مثلا أو قريب العهد. القوة القريبة لا، يبحث فيجد كلام الأئمة، وكلما رقى للأئمة وكلما وجد من نصوصهم كلما كانت قوته أعلى في البحث من الثاني. هذه القوة هي سمة في عصرنا حقيقة، كانت في الزمان الأول نعم، ولكنها في عصرنا سمة وأكثر. ولذلك التركيز عليها، وهو التي كنت أود أن يكون محاضرة فيها لكني أطلت في المقدمات، هي الأهم. ولذلك فإن كثيرا من الناس الآن يعتمد على الحاسب الكمبيوتر، موسوعة الشاملة وغيرها وغيرها من المسميات. هذه ماذا؟ هي فقه بالقوة، استظهار المسائل. الآخر الذي بالفعل تقول المسألة يقول نعم هذه نص عليها فلان وفلان وفلان في المكان الفلان، هذا قليل الآن في الزمن هذا. أغلب الناس من النوع الثاني، تسأله المسألة فلان ما دليلها، لحظة شوي يرجع للكتاب ويقرأ فيه، نعم هذا هو دليلها، هذا هو دليلها، هذا بالقوة. بالفعل تسأله عن المسألة يقول دليلها كذا وكذا وكذا. نفس الشيء في التفسير، ما تفسير الآية؟ انتظر قليلا، وهذاك يقول لك تفسيرها كذا، ويذكر لك الخلاف ويذكر لك الأصول والنقول في المسألة. إذن هذا الفرق بين القوة والفعل. القوة ليست عيبا، بل هي موجودة في كل زمان، وإنما نسعى لتقويتها فتكون القوة قريبة، ويسعى طالب العلم أن يكون مختصرا عليه المجال. طيب، أول مسألة لا بد من معرفتها لتنمية الفقه بالقوة، أول مسألة أنه لا بد للمرء من أن يعرف مصطلحات الفقهاء. فعلى سبيل المثال، عندما تقرأ في كتاب ما أن فلانا ردت شهادته للحرص، ما معنى الحرص؟ الحرص على الأداء أو الحرص على الشرف، ما معنى الحرص؟ الحرص هذا مصطلح عند المالكية له معناه الخاص بهم في موانع الشهادة. عندما يقولون الاستجرار، ما معنى الاستجرار؟ أحد الناس يقول الاستجرار فهمه فهما سيئا، بل هو عقد من العقود، عقد عند الحنفية اسمه عقد الاستجرار، هذا مصطلح. بيع الوفاء أو بيع، نوع مصطلح من العقود التي تسمى عند الحنفية، وهي بيع من بيوع الحيلة عند غيرهم، يسمونها بيع الدين أو بيع الأمانة، بيع الأمانة عند غيرهم. شوف المصطلح، هذا بيع وفاء وهؤلاء يسمونه بيع دين أو بيع الأمانة. انظر، المصطلحات مهمة جدا. ولذلك ينقلون عن بعضهم أنه نقلها حطاب في مختصره، أنه قرأ في، كان بعض المنتسبين للفقه يقرئ الناس، فلما جاء لقول خليف المختصر وهو بالأكل بالخيار، يعني إن شاء بالخيار هنا بالخيار يأكل أو لا يأكل، قال معنى ذلك أنه يجب عليه أن يأكل بمقدار الخيارة. ما يعرف مقصوده هنا، قصدوا بالخيار المصدر وهو ذهب للاسم وهكذا. فالمقصود أن معرفة المصطلحات مهم جدا. ما هي المصطلحات؟
قالوا المصطلحات ثلاثة أنواع أساسية وتندرج تحتها فروع كثيرة. أول هذه المصطلحات مصطلحات الأحكام، الأحكام الشرعية، وهذه هي التي بني عليها ثلث علم أصول الفقه، معرفة معنى الواجب، السنة، المندوب، المحرم، القضاء، الإعادة، وهكذا. مصطلحات الأحكام التكليفية والوضعية، الصحة والفساد. الشافعي الحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان، الفقهاء من غيرهم من الحنابلة أعني لا يفرقون بين الفساد والبطلان إلا في عقد واحد وهو عقد النكاح، تعرفون هذا الشيء. ما عدا من العقود لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في عقد النكاح، فإن عقد النكاح عندهم إذا كان مجمعا على بطلانه فهو باطل، وإن كان مختلفا في بطلانه فهو فاسد. الحنفية مطلقا عندهم فرق بين هذين المصطلحين في كل الأبواب. انظر مصطلحات الأحكام. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات الأبواب، فإن بعض الفقهاء يجعل لبعض الأبواب اسما يخالف غيره، ولذلك مثلا باب الضمان عند الحنابل يسميه ضمان، عند الشافعي يسمونه كفالة، هذا اختلاف الاسم. مصطلح باب الجهاد الحنفية يسمونه باب السير، شوف باب السير، تريد الجهاد ما تجد جهاد، تجد باب السير. الآداب الحنفية المالكية يسمونه كتاب الجامع، الجامع، غيرهم يسميه الآداب أو الأطعمة، مثل الشافعي يسميه الأطعمة، الحنابل يسمونه الآداب، وهكذا. إذن معرفة الأبواب وما هي المصطلحات عليها هذه مقصودة، وهذه من أسهلها. النوع الثالث معرفة مصطلحات الألفاظ في الكلام، مصطلحات الألفاظ، وهذه الألفاظ على أنواع، فأحيانا تكون معرفة المصطلحات في معرفة حكاية الخلاف، حكاية الخلاف كيف يحكى الخلاف. فعلى سبيل المثال إذا عبروا بالصحيح أو بالأصح ما الفرق بينهما، وإذا عبروا بالأظهر ما الفرق بينهما، ما دلالة هذا المصطلح، وإذا عبروا بالقول والفرق بين القول والوجه والاحتمال والرواية والمذهب وغير ذلك. طبعا الرواية عند الحنابلة إذا أطلقت تشمل ستا، وعند الرواية عند الحنابلة شيء، وعند الحنفية شيء. عند الحنفية ما روي عن أبي حنيفة نصا، وعند الحنابلة الرواية ستة أمور، ما روي عن أحمد أو فهم من كلامه أو نص عليه أصحابه، ونص أصحابه إما تخريجا على قوله قاعدة أو تخريجا على نصه فرعا فقهيا. تصبح أربعة أشياء كلها تسمى عند الحنابلة رواية. ما الفرق بين القول والوجه عند الشافعية وعند الحنابلة؟ طبعا عند الشافعية مصطلحهم أن القول ما كان منسوبا للشافعي أو طريقة من أحد الطريقتين، طريقة الخراسانيين والعراقيين، وأما الوجه فهو اجتهاد من أحدهم، ولذلك يقولون هناك طريقتان، قيل هما وجهان وقيل هما قولان. كثير من الناس يقول شو الفرق، ما الفرق؟ لما ترى المرداوي في الإنصاف يقول لك وفيها ثلاث روايات، والرواية الثانية حكى صاحب الحاويين أنها وجها، أنها وجه، وحكى فلان صاحب الرعاية أنها نص. شو ينبني على ذلك؟ لما يقول لك هو نص إذا خلاص أقوى، لا تجادلني، هي كلام أحمد. ولما تقول هي وجه أنا أضعف شوي. لما تكون تعارضك بين وجه وتخريج فالوجه أقوى من التخريج، وهكذا. إذن تعرف كيف تراجع، وهذه مهمة جدا. ولذلك من المسائل المشهورة ينسب للشافعية وتبناها بعض المعاصرين كثير، يقولون إن الشافعية يقولون زين، يقولون إن الدين لا زكاة فيه. هذا القول لما جاء أبو المعالي الجويني في نهاية المطلب يحكيه قال هذا القول غير صحيح ولا يجوز نسبته، وإنما هو وجه في طريقة ولا ينسب مذهبا. كيف تنسبون الشافعية؟ هو يقول غير صحيح، ثم تأتي أنت الجويني الذي يسمى الإمام عند الشافعية ثم تأتي أنت فتثبته. طيب الأمر الثالث، أنا أذكر أمثلة لضيق الوقت، معرفة مصطلحات القائلين. ما هي المصطلح في القائلين؟ فالقائلون لكل مذهب لهم مصطلحه. فعلى سبيل المثال لو ضربنا في الألقاب مثلا وفي الأسماء مثلا آخر لضيق الوقت، فإنهم إذا أطلقوا على سبيل المثال مصطلح الإمام، فإن الشافعية إذا أطلقوا الإمام لا يعنون الإمام المتبع محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله، وإنما يعنون بالإمام كذا الإمام قال الإمام، إنما يعنون به الجويني، إمام الحرمين الجويني. ولذلك بعض الناس يقول قال الإمام، يا أخي هذا الشافعي، لا ليس الشافعي، هذا الجويني. المالكية إذا أطلقوا الإمام فإنما يعنون به المازري شارح التلقين، شفاء الإمام. الحنفية إذا أطلقوا الإمام ففي غالب الأحيان يعنون به محمد ابن الحسن، لا يعنون أبا حنيفة عليه رحمة الله، عليهم جميعا رحمة الله. انظر كيف المصطلح مهم. الشيخ إذا أطلق الشيخ، الشيخ عند الحنابلة من؟ في الأصل أنه
الموفق بن قدامة، ثم أطلق بعد على الشيخ تقي الدين ابن تيمية عند المتأخرين جدا من الحنابلة. الشيخ إذا أطلق عند الشافعية فإنما يعنون به أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب وصاحب النكات وغيره. الشيخ إذا أطلق عند المالكية فإنما يعنون به من الشيخ أبا محمد بن أبي زيد القيروان. الأستاذ مثل ذلك، يمر عليك الأستاذ، من الأستاذ؟ ما فائدة معرفة الأسماء؟ تعرف قوة القول. وذلك يقولون إن ابن شاس رحمه الله من المالكية في الجواهر العقود الثمينة أخطأ في 5 مواضع، فنسب للباجي ما حقه ينسب لابن رشد الجد، لأنه اصطلح هو ثم تبعه المالكية، أظن مسبوق لا أعلم، على تسمية الباجي بالقاضي وتسمية ابن رشد بالشيخ، فأخطأ في 5 مواضع فنسب هذا لهذا. أخطأ في عبارة إنه مصطلح، وهذا هو أقوى دليل على أن خليل اختصر كتابه من جواهر العقود لابن شاس، مع أن خليل ينكر يقول أبدا ما اختصرت منه. ما هو دليلهم عليه؟ قالوا إنك يا خليل تابعته في هذا الخطأ، فدل على أنك ناقل منه. وهنا نأتي الفرق، وذلك يقولون أليس المالكي يقول اتقي اتفاقات ابن رشد، يقصد الحفيد طبعا ليس الجد، واحتمالات الباجي. فإذا جاءك احتمال عن الشيخ أبي الوليد واحتمال عن القاضي أبي الوليد، فما الذي يتقى منهما؟ الباجي. أيهما الباجي؟ تونا قايلينه القاضي. طبعا بعضهم يقول الواجب أن يكون العكس، لأن ابن رشد كلاهما قاضي لكنه أشهر في القضاء من الباجي، لكن اصطلح على ذلك عندهم. طيب، وهكذا أمثلة كثيرة جدا. أبو محمد، أبو إسحاق، أحيانا مذهب الواحد أبو إسحاق على 2. الشافعي إذا قالوا الشيخ أبو إسحاق فهو الشيرازي، وإذا قالوا الأستاذ أبو إسحاق فهو الإسفرايني، وهكذا. طيب، المالكية الشيخ أبو محمد هو ابن أبي زيد القيرواني، القاضي أبو محمد هو القاضي الإمام عبد الوهاب بن نصر، ولا لا يا شيخ؟ عبد الوهاب بن نصر البغدادي التغلبي. طيب، الأمر الثاني، احنا قلنا الآن معرفة المصطلحات هذه مهمة. الأمر الثاني معرفة ترتيب الأبواب، فالإنسان يعرف ترتيب الأبواب لكي يجد المسألة في مظنتها، فيعرف ترتيب الأبواب بما الذي يقدم على بعضها، وهذا ألفت فيه الآن المعاصرين فائدة، يعني كتب. وفائدة معرفتها أنك تعرف مظنة الباب بسرعة. نعم، الآن سهل معرفة الأبواب. كيف سهل؟ وجدت الكعوب على الكتب قبل فترة من 15 سنة، ثم جاء الآن الحاسب يخرجها لك في ثواني، يخبرك الباب. تريد باب الجهاد، هل هو بعد الحج ولا في آخر الكتاب؟ الآن بسهولة تستطيع الوصول إليه، ولكن قبل كان في بعض الصعوبة، أو عندما تكون في مكتبة عامة لا يتحصل عليك. فمعرفة الترتيب مهم جدا. الأمر الثالث أنه لا بد من معرفة الكتب، وهذه مهمة للفقه بالقوة. لا بد من معرفة الكتب، وهذا العلم نقل بالوجادة في كثير من جزئياته، وأعني بالوجادة بالكتب، نقل بالوجادة حتى نقلوا الإجماع على أن الوجادة معمول بها، وهو الكتب، القراءة من الكتب. وأهم ما يعرف بالكتب 3 أمور: أن تعرف أولا ما الفرق بينها من حيث التجريد والتدليل، فإن بعض الكتب جردت من الأدلة، وبعضها ذكر فيها الأدلة مفصلة. الأمر الثاني، يجب عليك أن تعرف ما هو نوع الدليل الذي يذكر، فإن بعض الكتب يعنى بالتعليل والقواعد والمناطات، وهذه الكتب تفيدك بماذا؟ تعرف المخارج، أو تعرف عفوا الأصول، وتعرف القواعد التي تناط عليها الأحكام، وهذه مفيدة بعد معرفة الفروع ما تبتدئ بها. هناك نوع من الأدلة، النوع الثاني الذي يعنى بالأدلة النصية، يعنى بالأدلة النصية، هذه مفيدة للمرء في أول علمه معرفة الفروع، لكي يربط النصوص بالأحكام بالفروع. ولذلك تعجب، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا الكتاب الفقهي لا يوجد فيه ولا حديث، أو هذا الكتاب ترك الاستدلال بالحديث وذهب للمعنى وهو القياس. نقول نعم، معمله صحيح، لأن من أراد النصوص لها كتبها المخصوصة. الفقهاء جعلوا 2 نوعين من الأدلة، ثم قالوا إن تلك تبتدئ بها لكي تربط النصوص التي حفظتها بالفروع التي عرفتها، ثم إذا عرفت ذلك وربطته رجعت للمناطات التي هي العلم. ولذلك القواعد الفقهية ما هي؟ هي تعليلات الفقهاء للفروع الفقهية، اقلبها. الونشريسي في الإيضاح، إيضاح السالك، يقول كل القواعد، أشهر كتاب القواعد الفقهية عند المالكية، يقول كل القواعد الفقهية استخرجتها من كتاب واحد، وهو شرح التلقين المازري الذي ذكرت لكم قبل قليل، الذي يسمى الإمام. انظر كيف استخرجها، نظر في التعليلات والمناطات فقلبها فجعلها قواعد. طيب، الأمر الأخير في معرفة الكتب الثالث، معرفة نوع الخلاف الذي يذكر، فإن من الكتب ما تذكر الخلاف النازل المذهبي، وبعضها أدنى لا تذكر إلا 2 روايتين، كصاحب الكافي الموفق لا يذكر إلا 2 روايتين ما يتجاوز، فتعرف 2 روايتين. هناك ما هو يعنى بأكثر كالإنصاف كالعزيز،
هذا يعنى بأكثر من روايتين. إذن تعرف نوع الخلاف الذي يذكرونه. هناك بعض الكتب تذكر خلاف العالي، خلاف بين مذهبين الشافعي والحنبلي، مثل كتاب يوسف بن عبد الحادي ومثل كتاب الشمس بن القيم. إنما هو في الفرق بين الحنابلة والشافعية. الشافعية والحنفية كتاب رؤوس المسائل للزمخشري وكتاب السمرقندي اللي نحو المعنى هذا. إذن تعرف ما هو الخلاف الذي يذكره، ما فائدة هذا؟ أحد الباحثين المتميزين قال لي مرة إن المرداوي إذا قال لا خلاف في هذه المسألة يعني أنه إجمع. نقول لها غير صحيح. لماذا؟ لأن الخلاف الذي يقصد المرداوي ليس الخلاف العالي الإجماع، يقصد الخلاف المذهبي. إذن لا خلاف في المذهب. وذلك يقول شيخ الإسلام إن المسألة إذا لم يكن فيها إلا رواية واحدة في المذهب لا خلاف فيها، ففي الغالب أن الدليل النصي معها، فلا تترك هذا الرأي، لا تتركه، في الغالب أنه معها. طيب، الأمر قبل الأخير وتنتهي محاضرتنا اليوم، أن يعنى المرء بمعرفة المعتمد من النقول والكتب. فليس كل ما كتب ولا كل ما نقل بمعتمد، فإن من الكتب ما ليس بمعتمد. وقد تكلم الشيخ، خلينا نبدأ بالحنفية مثلا، الشيخ عبد الحي اللكنوي في مقدمته للهداية وفي كتابه الفوائد البهية عدد كثيرا من كتب الحنفية غير معتمدة عندهم، غير معتمدة، حتى إنهم لمزوا بعض الكتب على جلالة قدرها وشهرتها في عدم الاعتماد عليها. مثلا المحيط البرهاني لابن مازة كتاب ضخم جدا، قالوا أنه غير معتمد. لماذا؟ لأنه ينقل من كتب مجهولة. بل بعضهم لمز المبسوط للسرخسي أو السرخسي، وجهان صحيحان نص عليهما ابن حجر، قالوا لأنه ألفه في سجن كان بعيدا عن كتب. يعني إذن المقصود ما هي الكتب المعتمدة وغير المعتمدة؟ نضرب مثالا بمذهب الحنابلة. الحنابلة طريقة أبي بكر الخلال وتلميذه أبو بكر عبد العزيز أن من فرد به حنبل ابن إسحاق عن عمه الإمام أحمد يكون رواية شاذة. كيف؟ إذن عرفنا أن نقول ما المعتمد مع غير المعتمد. ومثله عند المالكية والشافعية كثير جدا، ما هي الكتب؟ كل مذهب يبين لك الكتاب المعتمد وغير المعتمد. ولذلك معرفة من الذي ينسب للمذهب مهم. وأضرب لك مثالا، عندما تجد لكلام الشيخ منصور عن البهوتي توفى سنة 50 و1000 من الهجرة كلاما قد تفرد به لم يسبقه إليه أحد من أئمة المذهب المعتمدين، فلا يصح لك أن تنسبه مذهبا للحنابلة، وإن كان الشيخ منصور شيخ المذهب وكل من جاء بعد التلميذ عليه ولا شك. وفي ذهني مسائل لكن لكي أذكر المسألة الأخيرة. طيب، المسألة الأخيرة معرفة الزمان الذي كتب به، وهذه مسألة أخيرة. فإنه ليس كل فرع فقهي في كتاب ينزل على زماننا، فإن كثيرا من الأحكام نزلت على أعراف معينة. ولذلك يقول ابن عابدين إن المرء لا يدخل بلدا ويكون ذلك المرء حافظا لكتب ظاهر الرواية الستة، الجامع الكبير والصغير والسير الصغير والكبير والنكت والزيادات كل محمد بن حسن، ولا يحل له أن يفتي لعدم علمه بعرفهم. كذلك الكتب لا يحل الفتوى من الكتب، ولذلك هناك مبحث طويل لأهل العلم قضية الفتوى من الكتب أنه لا يجوز إلا بشروط، لأن كثير من الأحكام مناطة بأزمان معينة دون أزمان، ومنها ما يتعلق بباب الغرر. فكثير من الأحكام المتعلقة بالغرر متعلقة بالأزمان. الزمان اختلف الآن، وسائل التقييس والوزن اختلفت عن الزمان الأول. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.